رجل مؤتمن على أمن هذا الوطن وعلى القبلة، لكن يعني ما هو التفسير؟ تفضل. التفسير أن عدد مراكز الهيئة أكثر من مراكز الشرطة. من قال؟ موجود في الرياض. لا لا مو صحيح. وربنا يزيدها بعد. سمو الأمير، سمو الأمير. بس أنا بقول شيء، أنتم في صحيفة الوطن لكم توجه أقول له سيء جدا، لكم توجه ونوايا لا أعرف لماذا تنفرد بها صحيفة الوطن. أرجو أن تغير هذا التوجه لما هو واجب عليها، أما أن تستكتب أو تجيب أخبار لا أساس لها بالصحة أو تستكتب أناس أصحاب أهواء ضد العقيدة وضد الوطن، هذا أمر لا يليق بأي صحيفة ولا بأي مواطن يعمل حتى كاتب الآلة والمحرم. شكرا سمو.